بعد كل هذه الأجواء الحماسية، للأسف خسرت أونس جابر للمرة الثانية على التوالي نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ونحن سألنا التونسيين عن رأيهم في هذه الخسارة. يمكن خايفة خاطر ملي دخلت وهي فريمون وجهها أحمر وكل شيء، تحسها خايفة على الأخر على الأخر. الله غالب لعبة ستريسية شوية اليوم، وكانت معناها متوترة وكل شيء، ما يعطيها صحة. ديجا ربحت 3 من 10 الأولانيين. أونس خسرت، ماهيش مركزة، ضيعت. رغم الخسارة المرة، محبة التونسيين لوزيرة السعادة أونس جابر لا تنضب، وهذه كانت رسائلهم لها. قولوا لها إن شاء الله فرصة قادمة تورينا نيفو أحسن، ممكن تركيز أحسن، أما يعطيها الصحة. أونس تقعد ديما، أونس متاعنا وهيك وزيرة الشقول، وزيرة السعادة هكا ديما تقعد. أونس نحبوها ياسر. رسالتي الأونس الحب، الحب كله كما قالت أم كلثوم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.